أفضل 5 أهداف في الدوري السعودي. لا تنسون اللايك والاشتراك، الله يسعدكم ومشاهدة ممتعة. والهدف الثالث معانا بسم الله. ينظر نظر للأمام ويحول كرة في مكان جميل لفواز صقور عرضية بالمرمى. يا مجنون الدبل. والهدف يا جماعة الخير الثالث أعطيه نفس الكلام 8/10. والهدف الثاني معانا بسم الله نشوف. صاحب الهدف الثاني في مباراة اليوم بيتي مارتينيز. والخطأ ملعوبة للأمام، تحولت هذه خطيرة ما بالجول، الجول محاولة بالكرة. يا مجنون. الهدف الثاني أعطيه 9/10. آخر هدف معنا يا جماعة. الكرة عند حامد الغامدي، ما زالت الكرة معاه، يتقدم يحاول التصويب لكن يغير راية، يلعب الكرة للخلف، الكويكبي، الكويكبي. يا مجنون. الله. تقييمي يا جماعة الخير على آخر هدف أعطيه 10/10.